السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الناس يا عسل. الله يخليك يا ولد، الله يخليك. اسمك كريم ايه بقى؟ اخوك ناصر خلف. ناصر خلف؟ ايوه يا باشا. انت بقى ابو كريم ولا ابو علاء؟ لا، ابو مصطفى واحمد. ابو مصطفى واحمد. انا هسمعك قد عسلين معلم ابو مصطفى. اب 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 حبيبي يا عم مصطفى. مالك مالك انت؟ مالك انت؟ مالك انت؟ مالك المطريين طريق ايه يا عم؟ انت مالك الجبل ولا ايه؟ استئذان سلام حضور استئذان. ايه يا عم؟ والصلاة على النبي. انت في الدنيا اركب يابا. اركب يا عم. ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ يا عم في كل شيء. ايه يا اسطى؟ في ايه؟ انت مركب الناس في مصر يا عم؟ سلام يا عم. انا وقعت وانا وقعت وانا وقعت يا عم. يا ناس غلابة. انت يا ابني انت اهدى شوية يا ابني. انت في قلب حكايتنا عرابة. انت بتركبهم ليه يا اسطى؟ دول بتحتفل بيك ابو مصطفى. ما تحتفلش بيا ولا اتنايل بيا يا جدع. انت حرق وجري يا رم. انت عم على حجري يا رم. انا حجري يا اسطى. انت حرق وجري. خلينا هنا. تعالي عليك معتين. عليك عليك. ايه؟ ما يا راجل. ايه؟ يا راجل سعد. انا فاهمك اهو. اسمع يا باشا. انا مهفوق. ايوه يا باشا. قول يا باشا. اسمع قول يا باشا. الله يخرب بيتكم. انت عمل ايه ده؟ في ايه يا ابني؟ سمعني سلام. ايوه ذهب الجد. لا 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 ايه كلامكم ماسخ يا راجل؟ لا والله في ايه؟ بتحتفل بيه بس يا بنت انت. هي حرمه غيده تحشمك فيها. وشنب وشنب. مراويش مالكش دعوه بالشنب. اقسم بالله توني. انا عشان غريب يا عم. انت غريب ولا؟ لا والله انت مش غريب يا عم. انت امال ايه؟ هو دماغنا والله. واللي بيجي لكم تعملوا فيه كده؟ بعد الشقه كده نزيه الحلقه دي نزيه. يلا بقى عمده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين في المانيا ان شاء الله؟ مانيا الروضه يا باشا. مانيا الروضه تحت امر حضرتك. الله يبارك. معلش بقى انت زي ما انت شايف الجو عشان امتحانات وكده. فالبنات معايا النهارده في التاكسي. بما ان يعني معاكم ما تعرفوش انا شغال النهار والله يعني مدرس بعد الظهر. التاكسي دي الصبح كده يعني. يلا يا بنانيت. يلا يا مستر. صلة الارحام في دولتها. السلوك العام في دولتها. صلة الارحام في دولتها. كده انا مصدع. جاب الشغل حضرتك ومصدع. ولا انزل ولا ايه؟ لا لا. طيب حضرتك بقى تمشي كده عاقل عشان خاطر ايه؟ ما ينفعش. طيب خلاص خلاص. اخر مره تاني؟ لا ولا اخر مره. صلة الارحام في دولتها. السلوك العام في دولتها. والسيرة السيرة والسيرة. باشا باشا تكلم عشان ما بكلمك. عمو شكله مستفز وعايز يضايقنا. عايز يعطل دراستنا وتعليمنا. لوزك 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 لوزك. باشا بقول لحضرتك انا هركز خلاص في الطريق. حضرتك قول لهم يلا حضرتك اديهم الدرس. يلا قول لهم السلوك العام. يلا 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 السلوك العام. قول لهم السلوك العام. السلوك العام. يلا باشا مش هينفع كده والله. ايه اللي مش هينفع؟ والله ما ينفع. مالك حاجه متضايقني؟ انت فاضي؟ مش عايزك تجد. بقول لك يا باشا جاي من الشغل تعبان عايز اروح. خلاص خلاص ما تضايقوش يا عم. هيجيب لكم شكاليتا. ايوه شكاليتا. جبت شكاليتا. جبت شكاليتا. شكاليتا. لا 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 لا. مذيع ولا منذيع؟ لا مذيع. مذيع؟
في الحسن يا بيه؟ أنا روح عند البنك العربي كده بعد التقاطع. ماشي بس. أنت طارش كده ليه؟ طارش كده ليه؟ لا عادي. في حاجة ولا إيه؟ لا لا. في حاجة في حاجة. تعبان شوية. لا ألف سلامة. الله يسلمك ألف سلامة. سلامتك. سلامتك. شكلك انت حلال يعني. منين رجلك بس؟ هنلف ونخش من الشارع ده ولا مش مسكلة يعني؟ بس مش ملاحظ انت وفر شوية بتخرج بتهرش كتير؟ معلش اخت انا تعبان شوية بس كده ولفيت على الدكاترة كلها. هو تعبان غصب عنه بقى وصلنا الطريق وخلاص. كل الدكاترة قالوا لي قالوا لي نوع الجرب اللي عندي دوت قالوا نوع صعب قوي بس بس مسموع دي مسموع. مسموع دي يعني متأكد؟ مش عارف يا بيتا مش عارف جسمي كله بياكل بتهرش كتير قوي يعني جسمي كله بياكل معلش غصب عني غصب عني تعبان كمان ادخ كمان ادخ معلش ياد الحظ ياد الحظ اوفر اوفر قوي قوي اوفر اوفر معلش اوفر بقى بس حط ايدك هنا كده عليها لا ما خلاص الحمد لله الحمد لله وادي ادعك كده ربنا يشفيك ربنا يشفيك ربنا يشفيك حكي جامد حكي جامد حكي جامد لا لا خلاص حكي جامد ربنا يشفيك ربنا يشفيك اول يوم باين من اول اصلا الحمد لله اقسم بالله انت راجل ذوق انت محترم يا عم ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب اقسم بالله مسعيك انت من هنا من القاهره اصلا ولا انا انا من الجيزه من الجيزه؟ انا من الجيزه الجيزه وين ناس طيبين ربنا يخليك ناس طيبين جسمي بيقول لي ماتم طب لما انت تعبان لسه طب كنت ريحت والله العظيم جسمي بيتقطع كنت ريحت انت احسن من ما تطلع ربنا ما يكتب الجرب عليك امين يا رب ربنا ما يكتب الجرب عليك ولا على عيالك ربنا ما يسواكش الجرب 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 هرب مشكلة جرب هرب جرب هرب من اي حد وجالي يا ساتر يا رب ده بلاء من ربنا سبحانه وتعالى فلا احمد ربنا سخرت متعال حرقت في المسلقين الحمد لله والله العظيم هبوط في الزعبوط احباط تحت البوط ايه كل ده؟ حاجة كل ده في حاجة واحد جرب يا عم عايز ما كنتش بعد بس بس عشان خاطر ربنا يا عم خليك خليك بعيد يا عم طبعا عشان خاطر ربنا ابعد يا عم ولا تبص يا عم عشان خاطر ربنا عايزين نوصل بسرعة بس الله يرضى عنك عشان اليوم باين من اول بس بس عدى اخويا بس هاخد منه الاكل اخوك انا انا جعان قوي جعان قوي احنا مستعجلين يس عندنا ميعاد يس عايزين الغدا بتاعي بس بيجيبوا لي يعني خلاص انت جعان يعني هتموت من الجوع بيجيب الغدا من الصندوق ازيك يا منعم يا اخويا حبيبي عامل ايه ازيك خد الاكل ازيك يا روح خد جعان روح خد بقول لك ايه يا منعم اوعى يا منعم تسلم على حد يا منعم اوعى يا منعم حرام ايه اللي حصل اوعى يا منعم عشان خاطر ما تعديش حد الله يخرب بيتكم دي موعدي والله العظيم هو سلم عليك سلم عليه وبس لا تحاليلك بقى تحاليلي ايه تحاليلك اوعى يا منعم يا عم انت تعفرت يا منعم موعدي ربنا يوفقك يا منعم يلا يا جماعه ما حدش يلمسه خد كل موعدي كل موعدي يا عم ابعد عني ابعد عني ده انت ايه يا عم ده يا عم الله يخرب بيتك وبيت يومك اللي اسود ومطين بطين اخوك ده يا عمي يا سايبه ليه يا عم للناس اوعى يا منعم لسه موت اتنين يا جماعه برد العدو خلي بالك يا منعم سلام اقول لك ايه ده انت يومك اسود النهارده ومطين بطين لما انت ما انا ما اسالك اقول لك المرض موعدي انا بقول لك المرض موعدي ما تضربنيش يا عم ده يومك اسود ومطين بطين يا عم نزلنا يا عم ابعد عنا يا عم ابعد عنا يا راجل ابعد عنا بص عليها الطلاقه موت تموت مين مثلا والله اتفرج كده كده ما جيت تبلينا احنا يا عم ايه انا كده كده انت جيت تبلينا يا راجل انا كده كده ميت مين يا عم انت يومك اسود النهارده اقسم بالله اقف اقف بدل ما اولع فيك اقف لما انت موعد ومقرف كده تاذينا ليه تاذينا ليه انزل يا عم انزل 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 اوعى 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 نزل 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 حكومة طيب ولا أي حاجة يعني إيه مفيش أماكن في الحكومة طيب مؤاخذة باشا والله الواحد ما بقاش فاهم يعمل ايه في الحياه وفي الدنيا البنت الصغيره حاطه والله مش لاقيين لها مكان مش لاقيين لها مكان في الحكومه كتير مفيش مش لاقيين ولا في الحكومه ولا غيره ده احنا مش لاقيين غير في المستشفى خاصه وعايزين مبلغ وقدره عايزين قد ايه كده يا عم؟ اتكلموا في 7-8000 جنيه والله العظيم والدنيا زي الزفت ماشي معلش يا باشا يعني لو كنت انا يعني بتقل وانا بتكلم بس الواحد بيفضفض والسلام يعني ربنا معاك يا ابني ربنا معاك معلش هتزق يا باشا معانا باي حاجه والله احنا ربنا نعلم في فلوس رايحين نستلفها من واحد
طب يا باشا لو فلوس رايحين تستلفوها وربنا يكرم ما تشوفوا لي اي حاجه. ابو وقت يعني انت زي ابويا. بقول لك هنستلف، احنا هنستلف. ما هو الدنيا يعني ايه الناس لبعضيها يا باشا، حتى لو انت هتستلف ما هستلفك. ها؟ انا مؤاخذه ما اقصدش يعني العيب ما تعناش على حاجه برضه يا باشا. بسم الله العلي العظيم، الواحد ما عارف بيعمل ايه في البلد دي يا اخي. معلش والله يا ابني الظروف ربنا اللي يعلم. جهزها وربنا اللي يعلم. مش بقول لك بنت يا باشا تقول لي بتجهزها، اقول لك ايه؟ يا ابني دي بنتك ودي بنتي. يعني الحد من بعض. حبيبتي يا سامي، سامي يا الصغيرة. محدش حاسس بحد ولا حد حاسس بأي حاجة في الدنيا دي. ألو يا أبو عبيدة حبيب قلبي. أنت فين عالمي؟ تمام ماشي يا غالي، انا هعدك في الطريق. ماشي حبيبي، يلا سلامة حبيب قلبي. سلامة غالي. بقول لي معليك يا معالي الباشا، انا هطلب بس منك خدمة لابنك. انت اضرب الظروف وسمعت الظروف بودانك. الراجل اللي هيركب ده انا عايزك بس انت تعززني عنده وتصدع على كلامي. هتكلم يا باشا، هو دلوقتي راجل خليجي صاحبي، انا هتكلم معاه وبتاع واخد ودي، يمكن يطلع منه حاجة لله عشان خاطر البيت. يا عم وليك نسبة عندي، اي فلوس على خدها منه ليك نسبه. معلش انت صدع على كلامي. خلاص. الله يبارك لك. خلاص والله ماشي. الله يبارك لك يا عم. الله يبارك لك انت. ماشي اتفضل يا ابو عباده حبيب قلبي. حياك الله. حياك الله يا عم الناس عالمي. اتفضل ابو عباده حبيبي، وحشني إيه والله العظيم. انا زي الفل والله. انت عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام ابو عباده. الحمد لله يا رب دايما. الراجل ده بيشكر فيك قوي. اه والله العظيم ابو عباده ده من احسن الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي. لا واضح الرجوله والادب والله العظيم. ثلاثه ما احتجت له مره الا وكان واقف جنبي. حبيبي الله يلا طول عمره. خيره عليا، خيره عليا اقسم بالله. ظروف زي الزفت اقسم بالله العلي العظيم. مالك حبيبي ايش جرى؟ والله العظيم البت بتي ماشي طالع على باب الله دلوقتي، جالي تليفون من الوليه قالت لي البت والحضانه والفلوس والدنيا متكعبله والواحد مش عارف يعمل ايه. لا 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 اقسم بالله. وما بيتكلموش في 10 ولا في 20، ده بيتكلموا في 10000 جنيه. حبيبي بدك قرش انا بديها لك عادي. بسمتك يا باشا ما حصل الكلام ده قدامك. ايوه ايوه بالله أيوة عليك يا باشا. ايوه والله العظيم ابو عباد صايد. اه والله العظيم ثلاثه. حبيبي اتفضل. ربنا ما يحرمني منك، ربنا يبارك لك. روح يا شيخ ربنا يكرمك ما يحرمك ويعود عليك الايام بخير، يجعل لك بكل خطوه سلام. ادل يا كريم باذن الله. انا هنزل هنا بدي انا. ايوه انا حاضر حاضر. اقف على جنب بس يا ابو عباده. اقف على جنب. انت بتتجهز؟ ما خلاص يا عم. في ايه يا عم؟ ولا حاجه يا عم. يا عم في ايه مالك؟ ربنا يبارك لك يا حبيب ابو عباده. هكلمك بالليل حبيب ابو عباده. يا عسل يا جميل اقسم بالله حبيبي. يا روح الروح، بقول لك ايه؟ جبرت النهارده والحياه قاشيه والدنيا زي الفل. هنسهر يا باشا. جهزي بقى دنيتك وحياتك وليلتك. الله تليفون فصل ليه طيب؟ استني يا بت. هتسهر فين؟ هتسهر يا باشا بقى مطرح مطهر بقى. لا لا الا الله، انت هتبص لنا في السهره كمان؟ لا لا مش هبص لك يا عم. سيبني يا عم الله يسهر حالك بقى. نزلك التجمع ونخلص بقى يابا. والنسبة بتاعتنا احنا فين ان شاء الله؟ نسبة ايه بقى مناسبة بقى؟ كل سنة وانتم طيبين. انا بنهزر ولا ايه؟ نعم نعم الله عليك يا اختي. في لا 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 اتكلم عدل، اتكلم عدل عشان ما ازقكش. تهزق مين يا جدع انت؟ انا اللي بقول لك هزقك. تهزق مين يا عم انت؟ مطرطش ولا ايه؟ متوحد يا جدع. احترم نفسك واتكلم كويس. لا اهدى شوية، اهدى شوية. ده انت ليه الادب صحيح؟ انت طمعان. طمعان يا اخويا. فلوس طمعان. اعمل اللي انت عايزه. انت لو كنت قدمت السبت كنت لقيت الحد يا بيه. على ايه طالما معايا فلوس يا بني ادم؟ طب انت ما معكش فلوس طب اعمل لك كده رزق البت يا عم. لا اله الا الله. كفايه ان انا كدبت.
كفايه الملك ده يا عم. انا لحست بقى، انا لحست الكلام. لا لا مفيش لحس يابا. يا عم انا لحست الكلام. هات يا عم الله يبارك لك. يا عم حلك من عليا النعمه من نعمه ربي. لو الفلوس ما طلعت دلوقتي انا بهدلك ولم عليك الناس. تبهدل ايه يا ماما؟ انت ليكي عندي حاجه؟ بقول لك هتزعل والمصر. والله انت اللي هتزعل وهتجيب ناس تزعل. طب سيبني يا عم، انا محترم نفسي لحد دلوقتي. محترم نفسك؟ لا لا الله. ايه هتطلع ايه يا اخويا؟ لا يا لا هتطلع لا. ايه روح امك؟ روح امي مين يا عم؟ روح امك يا عم. واحد الله يا عم في ايه يا عم؟ يا جدع والمصحف هديك في وشك. يا عم ما تغلطش، انت راجل كبير. راجل كبير بس الام الشبشب ده على دماغك وحنيه. انا حالي لانت امك سودا. يا عم بس بقول لك ايه يا جدع، انت بقول لك هتركب. جدع اتكل على الله بقى، وانت راجل كبير مش عايز اغلط فيه. مش هتعرف تغلط يابا، والمصحف ما هتعرف تغلط. يا عم ما تجننيش يا جدع، ورب الكعبه ما هتعرف، والمصحف ما هتعرف. يا عم يا جدع، يا جدع انت ما تخلينيش اغلط فيك. يا عم الله يخليك نزلت. ايه ده بس؟ ايه ده يا عم؟ ما فيش ايه ده بقى. اهلا بنهزر والله فعلا. يعني نتمنى انك تشرفنا.